تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. نواف بن فيصل يؤكد تطابق مواصفات رئيس اتحاد كرة القدم على أكثر من 50 مرشح. الأخضر يغلق تدريباته استعدادا للكونغو، وعزيز خدير يكشف أسرار ضعف الحراسة في السعودية. ياسر القحطاني يترك الهلال ويتجه للكويت، وعبد الغني والسهلاوي يقتربان من العودة للنصر بعد إنهاء العلاج. اتحاد الكرة يناقش مستقبل الفئات السنية مع مسؤولي الأندية، ورائد التحدي يبحث عن الاستقرار. هذه عناوين الحلقة، نبدأ بأخبار شوت. انضم لاعبا الفتح بدر النخلي ولاعب اندرلخت البلجيكي أسامة هوساوي في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الهولندي فرانك ريكارد لاعب الأهلي كامل الموسى بسبب الإصابة. وقد أغلقت إدارة المنتخب تدريبات اليوم وسمحت بتواجد وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى من الميران، وقد أجرى اللاعبون اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء في الساعة 5:30 مساء، استعدادا للقاء الودي أمام منتخب الكونغو يوم الأحد القادم، وينتظر أن تصل البعثة خلال 24 ساعة. اشترت إدارة نادي الاتحاد تذاكر مباراة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية أمام الغريم التقليدي الأهلي والبالغة 92% من مدرجات استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة والمقسمة بحسب أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وعلى صعيد متصل، سلمت الإدارة مكافأة دور 16 ودور ربع النهائي للاعبين، وتبقى أن تسلم المرتبات الشهرية المتأخرة للاعبين في انتظار دعم أعضاء الشرف في الفترة القادمة. غادر قائد فريق الهلال ياسر القحطاني لدولة الكويت للمشاركة في الحفل التكريمي الذي سيقام في الكويت لعدد من نجوم الكرة الخليجية. وعلى صعيد آخر، واصل الفريق تدريباته الاعتيادية والتي اشتملت على الجوانب اللياقية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا السنغالي منغان الذي ما زال يواصل برنامجه التأهيلي باللف على مضمار الملعب. وقد شهد ميران اليوم عودة اللاعب سالم الدوسري إلى تدريبات الفريق الأول بعد أن شارك في تدريبات الفريق الأولمبي يوم الأمس بعذر مسبق من المدير الفني الفرنسي أنطوان كومباريه، نظرا لارتباط اللاعب بمناسبة عائلية تتزامن مع تدريب الفريق الأول لكرة القدم. واختتم اللاعبون ميرانهم اليوم بمناورة على منتصف الملعب ركز كومباريه فيها على تدريبات خاصة للمهاجمين. سلمت إدارة نادي النصر جميع اللاعبين راتب شهرين متأخرة بعد أن ساهمت مستحقات النادي من النقل التلفزيوني في إنعاش الخزينة النصراوية. وعلى صعيد آخر، اقتربت عودة لاعبان نصر حسين عبد الغني ومحمد السهلاوي للفريق، وذلك بعد أن انهيا برنامجهما العلاجي، وينتظر أن ينضم مع زملائهم في تدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد أن انتهيا من برنامجهما التأهيلي. وقد أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم اليوم مناورة في ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود مع الفريق الأولمبي بقيادة مدرب الفريق الأورغواني دانييل كارينيو، رغبة منه للوقوف على جاهزية اللاعبين في فترة التوقف الحالية ومعرفة إمكانيات جميع اللاعبين المتواجدين بالفريق. يعقد في تمام الساعة 1 من ظهر يوم السبت في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الاجتماع التنسيقي بين مندوبي الأندية للفئات السنية ومسؤولي اللجان في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت أحمد عيد ورئيس لجنة المسابقات فهد المصيبيح ورئيس اللجنة الفنية للمنتخبات الأسباني السيد لوبيز كارو ومشرف الفئات السنية عبدالله المصيليخ. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع في مقدمتها الأعمار السنية للاعبين المشاركين في المسابقات المحلية بالنسبة للفئات السنية والآلية المقترحة لذلك، والتي تهدف إلى استعراض الحلول المطروحة لأعمار الفئات السنية في المسابقات المحلية بما يتوافق مع مصلحة المنتخبات السنية والتي تشارك في استحقاقات بأعمار مختلفة، إضافة إلى طرح الحلول المؤقتة للموسم الرياضي الحالي والحلول الجذرية للمواسم القادمة بما يتناسب مع استراتيجيات المنتخبات فئات البراعم والسنية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله الضويح، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف بصحيفة الرياضية والإعلام المخضرم مبدر. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك. مساك الله بالخير ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. أبو ضفاف الأستاذ مساعد العبدلي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف وأحد يعني أعمدة برنامج كورة من أول موسم. مساء الخير أبو ضفاف. مساء الخير زميل تركي، ومسي عليك والمشاهدين الكرام والزميل العزيز الأستاذ عبد الله. أنا كنت بمسي عليك بس ما بغيت أحرق اسمك. لا بالعكس، أحرق زي ما تبي أبو ضفاف، تحرق أحرق. انتظر تقدم. الأخضر استعد لودية الكونغو بانضمام بدر النخلي وأسامة هوساوي. كل مباراة ودية للمنتخب السعودي في عاد الأصوات عندنا تنقسم، اللي يأيد واللي ما يأيد، واللي ما يأيد يكون عنده أسباب مقنعة، وحين تحس أنك ما يأيد لمجرد أن في ناس كذا عندنا ما تأيد ولا شيء وتنتقد كل شيء وما تبغى تشوف ولا شيء كويس. إيش تقول أبو بدر؟ بسم الله. هو الحقيقة أولا قضية الاستقرار في المنتخب ما في شك أنه في أي فريق الاستقرار عامل مهم جدا، يعني في اللاعبين في غيرها، لكن أنا أعتقد أنه في مباريات مثل هذه، مباريات ودية كثيرة ومتلاحقة يعني بين فترة وفترة، كثرة إصابات اللاعبين مع الدوري، خاصة المباراة تجي بعدها بأربع أيام خمس أيام من التوقف أحيانا، فيلجأ المدرب إلى استبدال اللاعب بلاعب. أنا أعتقد أنها قد تعطي اللاعب فرصة في قضية الاحتكاك أو أنه تجهيز أكبر عدد من البدلاء عندما يشاركون في مباريات من هذا النوع. لكن النقطة المهمة جدا أنه عدم الاستعجال الحقيقة في ضم أي لاعب بمجرد ما يبرز في مباراة أو مباراتين أو يكون صغير سن، فأنت تجي وتزجبه أو تضمه للمنتخب لمجرد أنه والله تستفيد من في المنتخب. صحيح. أبو ضفاف، أنت هالموضوع اليوم قبل الهواء أخذت بزاوية مختلفة زي العادة، أنت تحب تأخذ الأمور من منظور مختلف. مباراة المنتخب راح تتكلم على مسألة المنشآت والمنشآت، بس شاركنا والمشاهدين في والله شوف، طبعا كل مبادرة تكلم عن موضوع الدخول والخروج المنتخب، بس باختصار أقول أنه بالفعل المنتخب السعودي فقد هوية اسم المنتخب. يا أخي كل منتخبات العالم تجد الدخول والخروج محدود جدا، إلى درجة أن المنتخب يعتمد على 15 إلى 18 لاعب بالكثير. يعني احنا منتخبنا يمكن أكثر منتخب في العالم الكل مثله بصراحة، وهذا يسجل ضد المنتخب ليس لمصلحة المنتخب. يعني تخيل الآن يمكن ريكارد بيقترب من السنة الثانية، حتى الآن لم يصل إلى 11 لاعب أساسي وأربعة أو خمسة احتياط، بالتالي المنتخب لم يستفد حتى الآن لا للوصول لتشكيل أساسي ولا للاعبين البدلاء، وهذا أنا أعتقد لا يخدم المنتخب. هذا على الصعيد الفني. الصعيد الآخر اللي أنا أطرحه، أقول أنه جميل جدا أن المنتخب يقوم بالجولة في المحافظات المملكة، يقيم معسكرات مختلفة، منها أولا كسر روتين المعسكرات، هذا مهم ترى جدا للمنتخب. الجانب الآخر أنه في نوع من التوطيد العلاقة بين المنتخب وبين المحافظات، وبالذات المحافظات اللي يعني زي الأحساء. الآن الأحساء أعتقد أنها الأحساء وجازان أكثر منطقتين في المملكة تقدم المواهب الصغيرة، لما يجي المنتخب السعودي أيضا في نوع من توطيد العلاقة. جانب أبعد من كذا اليوم أنا الحقيقة لاحظته، اللي هو أن الوكالة الفنية في رئاسة الأمر على الشباب قامت بزيارة ملعب المباراة للاطمئنان على جاهزية الملعب، وهذا أيضا مكسب ترى. يعني بالتالي المنتخب معناته كل ما ذهب لمنطقة ستتحرك الشؤون الفنية بالرعاية من أجل أن تطمئن على أرضية الملعب، واليوم التقرير ثبت أنه هذا الملعب بحاجة لإصلاحات وبحاجة لهذا الأمور. إذن إحنا الآن أخذنا بعد آخر في المعسكر، وهو إصلاح الملاعب اللي الحقيقة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية. أتمنى إن شاء الله أن المعسكر المنتخب يقيم معسكرات في مناطق أخرى تحتاج إلى اهتمام في ملاعبها. طيب إدارة الاتحاد تقدم تعليق نقطة مهمة جدا، قضية كثرة التغيير اللي تفضل أبو ضفاف أنه منتخب غير مستقر يعني دخول لاعبين وكثرته، هل تعتقد أنه هل السبب أنه المدرب نفسه لم يستطيع التعرف، يعني تردد المدرب، أو أن المشكلة الأساسية تكمن في اللاعب السعودي عدم استقرار مستواه؟ صحيح. يعني اللاعب السعودي نتيجة طبعا النظام الكرة عندنا ونتيجة الاحتراف غير مطبق صحيح ونتيجة تعاملات الأندية، تجد أن اللاعب السعودي ما هو مستقر. يعني مباراة يقدم لك مباراة ثلاث أربع مباريات في مستوى متميز، ثم فجأة تجد أن اللاعب هابط مستوى أو لا يستحق أنه ينضم إلى المنتخب مثل المنتخب. أعتقد أن هذه أيضا جزء من الإشكالية اللي تواجهها الكرة السعودية. والله هذه جزئية بسيطة بدل، لكن لا خلنا نروح أبعد من كذا. أنا أعطيك مثال بسيط الآن، ما هي واضحة الصورة؟ هل هذا المنتخب الآن هل هو المنتخب اللي يستعد لتصفيات أمم آسيا اللي حتكون في يمكن فبراير ومارش، أو هو استعداد لدورة الخليج اللي بتكون في يناير، مع أنه
في أخبار أنه لا والله المنتخب السعودي اللي حيشارك في دورة الخليج حيكون منتخب مختلف. الآن أنت ما هي واضحة الصورة لك هذا المنتخب أيضا، هل المنتخب اللي يشارك دورة الخليج منه يتكون من مين؟ هذا جانب. الجانب الآخر والأهم الدخول والخروج. أنا أعطيك مثال بسيط أنه في بعض اللاعبين ناصر الشمراني مهند عسيري والجيزاوي وصلوا للمعسكر قدموا تقرير طبي أنهم مصابين ورجعوا لأنديتهم، يعني ما كان بالإمكان أنه هذه التقرير تأتي من الأندية مباشرة توفر على اللاعب 3-4 أيام سفر وإرهاق كان يعني يكمل العلاج في النادي. إذا في حلقة مفقودة، يعني عملية ما هي فقط في مستوى اللاعب والانخفاض، إنما حتى العملية التنظيمية أنا أشوف أنها يعني فيها نقص. بس هذا بعد ترى يعطيك انطباع أنه الثقة في بين الجهاز الطبي في المنتخب والجهاز الطبي في النادي مفقودة. كان مفقودة. لا جيبوا لنا اللاعب نشوف إحنا بعيوننا، صح ولا لا؟ هذا اللي أنا أقول. طيب هذه فلسة قريب الآن، ولكن أنا قريت الموضوع اللي عند أبو ضفاف اليوم، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني أنت الآن عندك الأحصى قريبة، لكن ما بالك لو المنتخب راح يلعب في أوروبا مثلا؟ نعم. فأنت في الحالة هذه أيضا تخسر ماديا. نعم. انه مقابل انه اللاعب ينتقل تذاكر وإقامة. تذاكر واقامه ومصروف ووقت ايضا حتى تعويض اللاعبين المصابين مشكله بيكون طبيعي حتى في تاثيرات. هذه جزء من الاشكاليه ايضا في العلاقه ما بين المنتخب والانديه. طيب هذه تاكدها يعني. الخبر الثاني ابو ضفاف ابدا فيه معاك، اداره الاتحاد تقدم للجماهير التذاكر بالمجان. كنا نسال انه شلون ممكن اليه اي بالضبط شلون يعني تضمن انت منافذ البيع انه تروح لمشجع اتحاد يعني البس تيشيرت اتحاد وانا اهلاوي واخذ تذكره وادخل الملعب. اليوم الاداره التحديه قالت انه تشتري كل التذاكر وتعطيها لل شوف خلينا اول شيء نقول انه حتى لو حصل هذا الامر تقول عليه ترى ما يتجاوزوا 100-200 شخص اللي ممكن يقول لك والله انا اتحادي وهو اهلاوي ياخذ تذكره، يعني ما هي ارقام كبيره. لكن هذا الامر اداره الاتحاد اعتقد انها حلت المشكله. شراء التذاكر يبدو لي من وجهه نظري الان انه اداره الاتحاد بمعرفتها، يمكن خلينا نقول اعضاء مجلس الاداره لو كل واحد اخذ له 1000 تذكره او 2000 وزعها بمعرفته على الاتحاديين انتهت المشكله. بس احنا مشكلتنا نخلق مشكله من لا شيء، يعني لم تكن اساسا القضيه. يعني في كل دول العالم تقام المباريات وتحل وتنتهي المباراة دون إشكالية، احنا من كل شيء الآن تقسيم ملعب، هل الملعب مدرج الدرجة الأولى بيكون بالكامل للنادي الآخر يعني أنا أعتقد أن وترنا المباراة خارج الملعب قبل أن تصل لأرض الملعب. هي موترة نفسها قبل ما تبدأ المباراة. لا مو صحيح أبدا. اتحاد وأهلي يعني والله أنا أشوف اللاعبين يعني حتى لو الناس والتعاطي الرسمي والتعاطي الإعلامي هذه الجمهور مو لا شوف مو قادر يتعامل معها بهدوء. لا في فرق بين إحساس اللاعبين بأهمية المباراة وفي فرق بين التوتر. التوتر جاء من خارج الملعب. الآن اللاعب نعم يشعر بأهمية المباراة وصول لنهائي آسيا. اللي قاعد يصير الآن أنه التفكير اللاعبين من فيه حيشجعنا من فيه في المدرجات، ترى اللاعب تجاوز هذه المرحلة. أنا أعتقد الأمر كله إعلامي. يعني هل كان بالفعل هل كان إثارة هل كان في مبرر لإثارة قضية تقسيم الملعب؟ هو نظام لوائح وأنظمة تطبق وانتهى الموضوع. طبقها وانتهى الموضوع. نعم. يعني بتطبق اليوم 90% و 92% وبتطبقها المباراة الأخرى. نعم. قضية إثارة التقسيم من الأساس هي اللي ما كان لها أي مبرر أعتقد. طيب.